الجاذبية الاصطناعية. كم هو متعب المشي على الكواكب أو الأقمار من دون جاذبية كافية؟ ما الذي تقصدينه؟ إني أشاهد رحلة أبولو 11 التي حطت على سطح المريخ، وأتساءل كيف استطاع رواد الفضاء السير على القمر من دون جاذبية قوية؟ بالفعل كان الأمر صعباً للغاية، ولكن رغم كل ذلك فهي تعتبر واحدة من أعظم الإنجازات التي حققها الإنسان في ذلك الوقت، كما أن الإنسان قام بتطبيق تقنية الجاذبية الاصطناعية في تدريب المحاكاة لمساعدة رواد الفضاء في التدريب على الظروف القاسية في الفضاء، وكذلك عمل الإنسان على وضع تصاميم تمكن من خلق جاذبية اصطناعية داخل المركبات الفضائية والتي تشعر وكأنك تمشي على سطح الأرض، ولكن لم يتم تطبيق هذه التقنية في الفضاء حتى الآن، وذلك بسبب التكلفة العالية والحجم الضخم المطلوب بناؤه في الفضاء. أمر خارج عن المألوف. هذا رائع، ولكن ماذا تقصد بالجاذبية الاصطناعية؟ هي تقنية يتم فيها خلق جاذبية داخل المركبة الفضائية عن طريق قوة الطرد المركزي الناتجة عن دورانها. مألوف، هل من الممكن أن تعرض لنا بعض الصور لهذه التقنية؟ بكل تأكيد، تكون طريقة الدوران كما هو موضح في هذه الصورة، وقد قامت ناسا بوضع تصميم مبدئي لمركبة فضائية باسم ناتلس إكس تقوم على هذا المبدأ. رائع، لكن عند دوران المركبة لماذا نقع عندما تصبح أقدامنا للأعلى ورأسنا للأسفل؟ كما قلت لك، فإن الأمر يعتمد على قوة الطرد المركزي، فعند الدوران تقوم هذه القوة بدفعنا نحو الخارج فتبقى أقدامنا ثابتة على الأرض، وبالتالي لا نفرق بين المشي على أرض المركبة أو المشي على سطح الأرض إلا من خلال النظر من النافذة إلى الفضاء الخارجي. وكيف استطعنا الوصول إلى هذه الفكرة؟ دعينا نسأل صديقنا مألوف. مألوف سيجيب بكل سرور. لقد ولدت الفكرة من المشاكل التي كانت تواجه رواد الفضاء من انعدام الجاذبية في الفضاء، وخاصة في مركبة الفضاء الدولية أثناء عملهم، فكان العمل الطويل في الخارج يؤدي إلى ضعف عام في العضلات ومشاكل تنفسية، وإن لم يمارس رائد الفضاء التمارين بكثرة قد يؤدي هذا الأمر إلى ضمور في العضلات ومشاكل صحية أخرى. بالفعل هذه أمور خطيرة. أضيفي إلى ذلك عزيزتي، فأنتم البشر تخطيتم المألوف وأصبح لديكم الشغف في اكتشاف الكون بشكل أكبر والانتقال إلى عوالم مجهولة تحمل الكثير من الشغف لكم، فقررتم بأن تسافروا أفواجاً إلى الفضاء، فبالتأكيد تحتاجون إلى جاذبية محاكية للأرض كي تمارسوا حياتكم ولو على أقل تقدير بشكل طبيعي. إذن سنتمكن يوماً ما من السفر في الفضاء بمركبات تحاكي جاذبية كوكبنا الجميل.